يا جدعان احنا النهارده في افتتاح فرع سيمبا ستور ومحدش جه الافتتاح خالص. الكلب بتاعك يا قلبي موجود معايا. الكلب بتاعي انهي كلب؟ الكلب الابيض. الكلب اللي كان مع القيصر؟ ايوه يا روحي. بيسلم عليك. شباب ايه؟ شباب شرطه ايه؟ كل حاجه جاهزه. افتح مين؟ تاني ايه ده؟ احنا جايبين غاب وخيط وجايين نطير عشان هنرش حالك. ايه؟ هنرشش هنرشش؟ اه جايبين لك لزق عشان نلزق. نلزق؟ يلا يلا. وانتوا يلا يلا المفروض نعمل النهارده؟ اه يلا بينا. خش 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 خش. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين من المفترض ان احنا الفكره بتاعت الفيديو النهارده ان احنا جايبين غاب او اسمه ايه بوس بوس عشان هنشوف مين اكتر واحد في التيم هيعرف يعمل اجمل طياره تطير في السماء. طبعا معانا اليماني المفروض ان هو اللي هيكون مشرف على عمليه التصنيع كلها لان زي ما انتم عارفين ايه اليماني كده كده بيعرف يعملوا طيارات يعني. ما ده اللي هتشوفه في الفيديو بتاع النهارده. بس طبعا هو لان هو اكتر واحد بيعرف يصنع على اليوتيوب طيارات فاحنا عشان كده جايبينه ان هو ايه حبايبي يجي يراقب العمليه وفي نفس الوقت عشان لو كله فشل هو ايه يطير لنا طياره برده. اشتراك يا جدعان ولايك عشان وصل الفيديو ل 100,000 يا جدعان. عايزين ندلعوا الدنيا بقى لايكات. احنا بندلعكم وبنعملكم نوزع بقى طيارات نظبط بقى اشتراك. دلوقتي المفروض ان الشباب طالعين عشان نبتدي التصنيع. من المفترض ان احنا معانا المتسابقين المهندسين الفنيين تصنيع الطيارات. هم لسه صاحيين مش فاهمين اي حاجه اصلا من اللي بيحصل. اول واحد عسكري هنا. صباح الفل. صباح العسل. ايه الحلاوه دي؟ في حد صاحي بواسيم كده؟ وايه ده؟ ايه الوسامه دي يا جدعان؟ يعني الناس كلها بتصحى معمصه والشام غش. لا ده بص الوسامه. لا انا غسل وش. وكمان معانا ابو عز. ابو عز صاحي ومصحى الجموده. ابو عز اه ما شاء الله. بص لو يحلق شويه. انا صاحي من بدري بس هو ده شكلي عموما يعني. يا رب سامحني اكيد بالله انا بكتبه ده. وكمان ابو الشوق. ابو الشوق بقى اللي هيبني الطياره من تحت لفوق. اه طيارتي انت ما قلتش احنا بنبني طيارات على فكره. بص شفتوا الفيديو اللي احنا كنا بنطيره اللي هو بتاع طيارتين؟ اه طبعا. الطياره اللي كان عليها قيصر. كان عليها قيصر وكان عليها سلطان. ايوه. المهم بقى احنا دلوقتي الفكره بتاعت الفيديو النهارده انا قلت بقى ايه هشوف مين فيكم اللي كان مركز في الفيديو ده عشان يصنع لنا النهارده احلى طياره تطير. ايوه. يس. وبناء عليه هياخد مكافاه ماديه مجزيه. مجزيه ايوه معبيه. ايوه بقى هو زي تلاقي في الاعلانات يقول لك ايه مطلوب شباب للعمل بمرتبات مجزيه. دلوقتي مكافئات مجزيه. في كمان بيبقى ساعات مكتوب عليه مرتبات مغريه. فدلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي من المفترض ان احنا زي ما قلنا اليماني المفروض ان هو اللي بيصنع. فاليماني بيصنع وهم هيبقوا بيصنعوا جنبه ونشوف احلى طياره. الطياره اللي هتطير صاحبها هياخد مكافاه. جاهزين؟ احنا هنتفرج على اليماني وهو بيعمل اول وبعد كده هنعمل. انت مش شفت في الفيديو اللي فات؟ ما انت شفت الفيديو اللي فات ده صنع مره ودلوقتي بيصنع الثانيه قدامكم اهو. ماشي. اللي هيلحق. لا عبيص ولا يا عمر؟ النسيان بس. لا ما هو دلوقتي هو على فكره هو اليماني ابتدى اصلا. طبعا زي ما قلنا المفروض ان اليماني اصلا بدا في تصنيع طياره بالفعل لان هم رجاله على مسيحي وده لسه بيقول لي عايز اعمل شاي. ايوه عشان افوق عشان ابقى شغال في الطياره بضمير ومزاج. تمام. نص ساعه بعمل بس يا جدعان زي ما الناس ما بتسحب فعلا. وده قاعد قالع لي عمل لنا عرض كمال اجسام في الفيلا رايح جايب البوص وري لهم كده. فدلوقتي المفروض ان اليماني بدا عمل تقريبا 20% من الطياره. 20 ده خلاص الطياره. ما انتوا لو هتلحقوا بقى يعني انتوا الراغي بدل الراغي هو الراجل بدا وشغال فانتوا الحقوا معاكم البوص ومعاكم المعدات واشتغلوا. الوقت هيبدا 3 2 1 جو. هو كله بيتعمل بيه. هو بيتعمل غابه يا اسطى اللي هي المعموله بسولوتيب دي. ايوه ايوه. صاحبي صاحبي ممنوع الاسئله صح؟ لا هو يشوفك بتعمل ازاي ويعمل ازاي. يا ابني انا بعمل طيارات من ايام ما نزلت اغنيه بقينا نطير طيارات. دي ده اصلا الوحيد اللي بدا في الربط هو احمد شاور. وبيعمل ايه ده اصلا؟ يا عم ده بيشنش. انا بحب الناس اللي بتضحك دي. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين ابو عز مش عارف هو بيعمل ايه الصراحه. مش ده اللي احنا كنا بنعمله خالص الفيديو اللي فات بس يعني العبره بالنهايه. بس
سبق اهو ده الشكل اللي هو اليمني ايه عمله اللي وصله على ما انت تصميم تاني بقى ماشي مش لازم التصميم بقى كله شبه بعض ماشي براحتك يابا بس اوريك بس التصميم اللي هو انت المفروض تعمل حاجه قريبه ليه حاجه جديده ولا ايه ما هي بتعملها بطريقه واحده بس المهم ان هي تطير في النهايه هي العبره بالنهايه بحاول اقلد يس الطريقه بتاعت الالماني بس مش عارف لو كان ركز في فيديو التصنيع كان زمانه عرف ده ما انا بركز اهم حاجه يا جدعان انتوا بتتفرجوا على الفيديو مش عاملين سبسكرايب ومش عاملين لايك انا مش عارف انتوا عايشين ليه على كوكب الارض يعني ليه مش مشتركين في قناه شمال قناه في اليوتيوب قناه تعليم صناعه الطيارات قناه تعليم المقالب تعليم التحديات تعليم الفلوجات تعليم الدشمله تعليم الكشبحه اي حاجه هتلاقي هنا احنا بتوع كله تعملها صح بجيب من على جوجل كيف تصنع طياره ورق بجد والله بس البقى بقى انا عليها مش هكمل الصناعه معاك انت اللي هتخسر امشي اديك امشي امشي بقول انت لازم كبتتك بقى تعالي نها يا شاور يا شاور شاور احمد شاور احمد شاور شغال كويس ولا وحش ده 100 100 احمد شاور عامل ايه تفتكروا طياره احمد شاور هتطير ولا لا هي هتطير ممكن تطير عشان في طياره بغبتين وهو عاملها بغبتين الله ينور عليك يا معلم ياسين وانت رايك تطير ولا لا ممكن تطير ممكن تطير وانتوا يا جدعان اكتبوا لنا في الكومنتات تفتكروا طياره احمد شاور احمد شاور بيعمل شكل هندسي عمرنا ما شفناه في تاريخ الطيارات عمر شفت طياره مربعه كده بالمنظر ده في كتير انا ما شفتش الصراحه بحس الافكار دي صعبه قوي على الرجاله يعني بص شوقي شوقي يعني بقاله ساعه في المرحله دي كل ايه بقى انت دلوقتي لو كسبت هتعمل معايا اخد بالنص اصلي انا هو مقسم يا جدعان المكسب ما تقلقش هجيب لك بسكوت وكيك اخوك العبيط اللي هناك ده مش هجيب له حاجه هو دلوقتي يا جدعان هو المشكله ان اليماني تقريبا قرب يخش في المرحله اللي قبل الاخيره تقريبا هو انا دلوقتي بعمل الشكل باللزق عشان هقوم وشش عليها وبعد كده نفك اللزق بقى نشوف شكلها النهائي فهسمح ان ياسو يدي لكل واحد نصيحه واحده تبتدي بمين بديه انت شايف ان الطياره دي محتاجه ايه امشل امشل الطياره دي محتاجه تتكسر هكسر دماغك محتاجه تتكسر يا بقى تعالى يا ابن ارجع بقول هو شايف ان الطياره دي ناقصها ايه يحط الغابة الثالثه وخلاص دلوقتي يا عسكر هو اداك نصيحه بيقول لك استخدم الغابة الثالثه تستخدم النصيحه ولا لا ما هو كده استخدمها انا اكيد مش هخلي الطياره كده يعني خش تعالى تعالى نشوف اللي بعده هيدينا نصيحه تعالى تعالى ادي نصيحه لاحمد شاور الطياره بتاعته ناقصها ايه يشدها من كل جهه كده اهو ايه يشدها من هو يشدها اهو كده هي مريحه اه ايه رايك يا احمد شاور هو بيقول لك ان انت محتاج ان انت تشدها ما انا هظبطها انا لسه ما خلصتش يعني هتسمع بالنصيحه بتاعته ولا هتشتغل بدماغك هشدها انا اصلا كده كده كنت هشدها يلا بص يا جدعان زي ما انتم شايفين وشاو ايه الصلاه على النبي ما عملش اي حاجه لسه لا يا عم عملت ما خلي بالك اللي هم بيعملوه دي هريسه كده كده الطيارات مش هتطير في الاخر انما انا بتأنى في الموضوع عشان اطلع الطياره بتطير بجد بس انت واخد مساعده والله يا اسطى الراجل يعني راجل مظبوط ومجدع وهو اللي حب يساعدني وانا ما رضيتش اكسفه واقول له لا بس هتفضل على طول لا يا باشا انا ما ابيض انت خلاص هيديك الدخله بس يعني ماشي طيب انت كتبت ايه يا ابو عز كتبت انا بحب مصر مصر هي امي نيلها جوه دمي شمسها سماري انا بحب مصر ومصر كمان بتحبك يا ابو عز قوي وانت بتعمل ايه يا ابو عز بتخرمها ليه بص طيارات حربيه بيبقى فيها دايما فيها هوايات دي هوايات اهي انت بتهويها يعني لا طياره عشان تطير لازم يبقى فيها حته تعدي منها الهواء ماشي احنا هنشوف انا مش لا مش فاهم انت بتقول لي فاهم مش فاهم انا هشوف يلا بينا نطير لا سيب للاخر سيب للاخر هصبوص سيبها للاخر سيبها للاخر خالص تاخد راحتها اول الفيديو قلت لكم الشواجيه كده كده بيعرفوا يعملوا طيارات وعملوا اهو انا مراهن عليهم يا جدعان مراهن عليهم ابداع ابداع الشواجيه ابداع انت يا ابني بقالك 70 ساعه في الحته دي لسه سيبني يا اسطى عشان بفكر بصوا بقى الحته دي موهبه موهبه زي الحسن بيقعد يعزف بالبتاع دي ساعات بس دي ما تطلعش صوت بس هنعملها تركيب بصوا بقى لا قصدي دي مش تركيب دي صوت دي الحقيقيه بصوا اسمعوا الصوت انا ورديش على الحلاوه دي حبيبي ايه الجمال ده لسه هو انا الخيط خلص مني اكمل بقى اربط فيه اعمل نفس العقد هنا الليمون الصبح الطازه احلى شويه ليمون وانا تجيبونه ناكله ولا تعمل عصير احلى معصور بكل ايادي الحب بايادي بايادي الحب بالخير بالخير هو انا كده بس انا بقى في كده شويه دول ادوك كده خلاص
تمام حبيبي يا عسكر لسه من الاهالي كده يا جدعان. انا ساعدت عسكر وساعدت شوقي، يا رب اتقدر في الاخر بقى. وعملنا طياره جميله اهي، صنعنا اللوجو كمان، افضل طياره في المجره دي. طبعا يا جدعان دلوقتي من المفترض ان يعني اول الصراحة لو سبت لهم الوقت على المفتوح مش هنخلص، فدلوقتي كده الوقت صفر لان الشمس راحت خلاص قدامنا 10 دقايق بالظبط والدنيا تضلم، فهنشوف مين طيارته هتطير عشان نفوز بالجائزة، واللي ما لحقش يعمل خلاص بقى لان كله عمال يساعد بعض والدنيا ايه كلها تدور نصب وكده الموضوع بوظ. هنبتدي اول واحد ابو عز لانه هو اول واحد خلص طيارته. يلا يا ابو عز. اول واحد جبتي بتاعت ابو عز. دلوقتي التجربه الاولى لتطير طياره ابو عز. يا رب يا كريم ارزقنا باربع حريق. ايوه ابو عز. عايز الطياره يا ابو عز. يا ابو عز الطياره الطرش دي موظف صح طبعا. ابو عز انا كلجنه التحكيم اقيم ابو عز. ادي ابو عز هياخد كام؟ 5 من 10. ليه؟ لان ابو عز ما خدش مساعده بنسبه 1% في الطياره بتاعته. من اهم اسباب الفشل بتاعت الطياره ديت مش ان هي معموله وحش الدغري يا جدعان، عشان معموله بغرض الفلوس بصراحه. هو عاملها عشان يكسب بس، عشان اكسب بس. الطياره دي تاخد لها 5 من 10 لان في ناس كان بتتساعد. احمد ابو عز عملها لوحده. انا بقى عملت ايه بقى؟ 5 قليل والله يا عم. ده قاعد يعملها لوحده. امال بكام؟ ادي له عم 7 كمان يا عم. 7؟ اه يا عم 5 كمان. والله الطياره ياخد ايه؟ 5 من على الارض. ده 5 عشان رفعت شويه يعني، هي نجحت في ان هي تطلع فوق شويه وبعدين وقعت، بس هو عملها لوحده. نخش على عسكريتش. طبعا يا جدعان زي ما شفتوا من المفترض ان الطيارات زي ما هي ظاهره قدامكم كل واحد عمل طيارته. طبعا شياكه الشياكه، بس في اللي نصب وجاب مساعده وفي اللي عملها لوحده. اديني شكر. مين ده اللي اديك شكر؟ انت اللي اديك شكر. انا ساعدت الشباب. اديك شكر على ايه؟ ده غش يا ابني. لا ما كانش يعرف، هو بيساعدنا مجرد بيمسك بيناول بيعمل. اه بيبقى مش ان هو مش فاهم اصلا الطياره بتعمل ازاي، بس بيساعدنا. اه راجل محترم يعني. يعني اللي عمل لوحده يعني. اللي عمل لوحده بطوله زي اللي واقف معاه مساعده. يا باشا هو اللي ما طلبش مساعده، الراجل ده شقلب طيارته عشان خاطر عايز فلوس، عايز يطير طياره وياخد بعضه ويقلب. انما احنا بنعمل الشغل بضمير. طب تعال نطلع نقف على السطح. هو يا جدعان مقتنع ان هو هيطلع يطير من فوق. اطلع مش فوق. هيحصل. مش هيحصل. مش هيحصل. ليه؟ انا ما طلعتش فوق. اطلع عادي بليك محاولتين. لا 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 مش محاولتين، بعد ما الطياره باظت. بص انت هتكذب يا فين الطياره دي؟ انا فيها هوا يا جدعان. هو ليه ما فيش هوا النهارده يا صاحبي؟ عايز تطلع طياره فوق؟ اطلع طياره من فوق. يلا اطلع معايا. اطلع معايا خلينا نشوف من هنا برده. عايز حد يمسكها من فوق. مين طالما يا دايره كده؟ اللجنه دي بقى يا عم. عايز تاخد محاوله تاني؟ اطلع جرب من فوق. لا طياره الموس اللي هتحط على اي بوس. مفيش هوا يا ابني. دندلها بس. طبعا يا جدعان دلوقتي زي ما انتم شفتوا هو عسكر بيستخدم خطه غريبه شويه، ودي هيرميها له من فوق وهو يجري بحيث ان هي ايه تاخد هوا. وهي هي فكره عبقريه الصراحه، بس هي مش عارفه تنجح ولا لا. ما يلا يا بودي مسك. يلا يا بودي هوبا. انا عادي عسكر هيروح. خد يا بودي تعالى. ايه نلاقي بودي. بودي وقع. يلا يا قلبي التطيره العالميه. 1 2 3 العب يا هجيبها. طيب يا جدعان زي ما شفتوا طياره طارت اطول من طياره احمد شاور، بس الفكره في ايه؟ الفكره ان انا هاخد 10 من 10 دلوقتي يا اخواتي عشان الطياره بتاعتي هي اللي طارت. الفكره ان ده استعمل مساعدات خارجيه كتير، دول ساعدوه. ده كان بيبوظها لي والله. وده ساعده صح، وعمر كمان ساعده. انت مش كنت تبوظها؟ ودي ساعده. مين عمل هتتقسم عليهم كلهم؟ يعني لو قلنا لو انا كسبت يابا مالكش دعوه مين ساعدني، انا هراضيهم. هجيب 7 من 10 اقسمها على العدد اللي انفرد يساعده. ياخد نقطه مثلا. مالكش دعوه انا هعمل ايه معاهم، انا المفروض كسبت ولا كسبتش. انت كل واحد ساعدك هينقص من 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 نقطك نقطه. يعني انت المفروض طيارتك تاخد 10 من 10 هي ممتازه. بودي بسبب ان هو ساعدك هتبقى 9. يا عم والله كانوا بيمسكوا لي البتاع يا اسطى، ما حدش بيعمل لي حاجه اللي كنت بعمل بايدي. ما ينفعش نقارنك بالراجل اللي تعب لوحده يا اسطى. هو انت يا اسطى لما تمسك لي البتاع كده كده اسمها ساعدتني؟ امال كده اسمها ايه؟ مسكتها لي يا جدعان. اكتبوا انتوا في الكومنتات يا جدعان، اكتبوا لما واحد يمسك له
زي ما واحد ما يمسكلوش. صح يا جدعان، هو دلوقتي واحد عمل كل حاجه بنفسه وقاعد يزنقها على جسمه ويربط كده ويعمل كده زي واحد يمسك لي كده ويساعد. طب هتعمل معايا ايه بقى؟ ننجزنا بقى عشان الفيديو ده فرات ابو راس. نقطه هتتشال بسبب مساعده بودي. ماشي يا عم. فيها 9 وده نقطه 8 وده 7. انت ساعدته؟ ممكن نقول ما ساعدناهوش. عمل لي الديل. ده عمل لك الديل صح؟ الديل كامل. بقول لك ايه، شكلي اخد 2. يبقى نقطة. كسبت ايه بقى؟ فين 10 من 10 بقى؟ قلت كده 9 8 7 ده كده 6 كده كمان ده نقطة يبقى 5. يبقى ده سكور عسكر 5 من 10. خلي بالك والله يا جدعان الشغل ده نصب. انت في كام واحد ساعدك قبل ما تطير؟ عمر يا اسطى ساعدني يا اسطى، وبودي ساعدني، واليماني عمل لي الديل. ماشي خلاص، يعني هو كده في 3 ساعدوه مش 5، فاهم؟ لو هو طيرت طارت كويس هنشوف. ده استخدم اسلوبي، استخدم اسلوبي في التطير. ما انا مش لاقي اصلا، مش عارف، مفيش هوا جاي من اي اتجاه. انت لو جيت بقى على الطريق ممكن تطير. هو فعلا يا جماعه بص، احنا بنعرف في هوا ولا لا من النخل ده. النخل ده لما بيبقى بيلعب تلاقي ايه كده في هوا. بص النخل واقف ازاي، هو اصلا مترطب عليه واقف واقفه غريبه يعني الصراحه مش عارف. طب طيارتك تطير في الجو ده ولا لا؟ بس لا تطير في الجو ده طبعا مش هتطير. شفت بقى الازمه مش عندنا احنا. طب وايه الحل؟ بس ممكن اجرب. طب نجرب نشوف نشوف الطياره النهائيه لو طارت في الجو ده هنسيبها طايره في الهواء ونطير طياره شوب. هنشوف دلوقتي الطياره اللي هي بتاعه اليمني اللي هي المفروض يعني زواياها مظبوطه ودنيتها مظبوطه اظبط حاجه وهنكرر. خلي بالك ارمي الطياره يا ببلاوي. انا قعدت 3 ايام، قعدت 3 ايام عشان اصور فيديو بسبب الهواء. الطيارات جاهزه بس كل يوم نيجي مفيش هواء. شفت يا عم؟ نجحت. لا لا مش موضوع. خلي بالك هنستنى 5 ايام بالليل. كل يوم في الوقت ده الفيلا دي الشجر ده كله بيتهز من الهواء، مش عارف في ايه دلوقتي. احنا بردك عندنا كده الهواء جميل، نيجي نطير لان الهواء. انت عندك 5 سنه اصلا؟ طبعا. في رابعة؟ بطيرنا الطيارات بينا بطيار طيارات. يلا دلوقتي طيارة شوقي هتنطلق. لا مش قاعد، استنى عامل ايه؟ يلا شوقي اللي هيطير فوقي. ثلاثة اجري يلا لسه بخير. حاسب حاسب الكشاف حاسب. طلعت باصر. حد يزلك حد ينقذه. شقة عمري. بس ممكن تطير. لا انا فكرتها طارت اصلا. في سنة هوا، في سنة هوا، يلا في سنة هوا. اجري يلا. هتدوق. يلا استنى. انت فريق قوي. وبعد كده تقول لي استنى. يلا. اهدى. العب يا شوقي. العب يا شوقي. اجري فيه هي مش هوا بصراحه. ما فيش هوا بصراحه. طبعا زي ما شفتوا شوقي اللي بيطير فوقي. بقول لك على فكره في مساحه نجري كان زمان هجري طار. يا عم اجيب لك اكتر من كده. جريك في استاد. بص الجنينه مساحتها قد ايه اكتر منه. خلي بالك اجيب لكم الطياره في استاد القاهره ولا ايه؟ ده الجنينه اللهم صل على النبي 1000 متر دلوقتي يا جدعان. المفروض انك دور على اخر طياره. هو طبعا الهواء مش مساعدنا خالص، مش عارفين النخل واقف، ما اعرفش الدنيا في ايه، مش عارف الدنيا ليه ضدنا. يعني ليه لما نبقى عارف انت اللي هو ايه، لما تبقى الدنيا سالكه تيجي يوم تقول ايه هعمل حاجه تلاقي الدنيا كلها ضدك بتحاربك. كل يوم في هوا، كل يوم في طراوه. اول ما جينا طير الهواء اقعد يلا يا كلب انت. سيب الخط يلا. سيبك الخط يلا. انت اللذينه سيب الخط يلا. عايز يطير. سيب يلا. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين الموضوع ممتع. الموضوع ممتع بالنسبه للبني ادمين، حتى الكلاب عايزه تطير. بص عايز ياخد الخط يجري بيه. يلا التجربه الاخيره بقى كده شويه عشان نجري. اه يلا تعالى انت هنا. يلا 2 3 طير يا ياباني. العب يا ياباني. مفيش هوا. العب يا ياباني. طير الحلقة بسيلو كده. مفيش هوا خالص. الهوا ايه ده؟ مفيش يا مفيش هوا النهارده. طبعا الخبره بتفرق. شفت الطياره طارت ونزلت بانسيابيه ازاي ونعومه ازاي؟ مش زي طيارات ناس زمايلنا. طبعا يا جدعان الدنيا ما تليل. زي ما انتم شفتوا الموضوع كان محير جدا، بس خلونا نقول ان النتيجه كانت احمد شاور تقريبا 5 من 10، عسكر عسكري تقريبا برده 5 من 10، شوقي تقريبا فرنش 7 من 10 كتطير. انما انا هسيبكم انتوا تقيموا كشكل مين بقى اللي تفنن، لان الشكل ده ما كانش فيه مساعده، وكل واحد عمل طيارته بالشكل اللي هو كان شايفه مناسب. وطبعا حابب ان انا اشكر اليماني حبيبي. وهتلاقوا بقى فيديو اليماني منزله اللي انتم شفتوه ده كواليس الصنع. في بقى كواليس الشراء، يعني انتوا فاكرين الطياره اللي احنا طيرنا لكم قدامكم في ال 10 دقايق اللي انتم شفتوهم دول؟ الطياره دي بتطير مثلا ممكن في 20 ساعه على ما نجيب الحاجات ونربط ونجيب من هنا ومن هنا ومن هنا. صح صح. فاهم حاجه؟ تخشوا تتفرجوا على الفيديو بتاع اليمن هسيبه لكم تحت في الكواليس. وزي ما انتم شايفين احنا بنحاول ان احنا نعلمكم برده، لو حد بيحب الطيارات تتعلم ببلاش، ما تلاقيش حد يقول لك اهو منك فلوس وعلمك او تشتري او كده. لا واحنا على القناه بنعلمكم كل حاجه مجاني 100%، يعني دي مش حاجه مش مستاهله يعني. طب دلوقتي يا جدعان زي ما انتم شايفين من المفترض ان احنا في الطريق للمحل. طبعا زي ما انتم شايفين خله سنان قاعد ما بين بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، يعني مش حسد يعني. يا فهد امن المداخل. يا واحد احنا في الطريق ليه؟ رايحين دلوقتي. سمع سمع
يا جدعان احنا النهارده في افتتاح فرع سيمبا ستور ومحدش جه الافتتاح خالص. المحل اتكسر باين. عايز اسال معاكم الفيديو عشان ماشي يا جدعان عروض مستمره اسبوع يا جدعان عشان ايه الزحمه؟ خلناها اسبوع يا جدعان عشان في ناس مش عارفه تشتري اسبوع العروض مستمره لحد الخميس الجاي يا جدعان عروض الجمعه الجاي الجمعه الجاي خلينا الجمعه الجاي بكره واحد واحد يقول اللي بعدها عايز تقول ايه الفيديو قول احنا مش هنقول كله اعمل لايك اخواتي تعالى تعالى خش واحد يطلع واحد يخش يلا معاك موبايلك ولا عايز تصور هنا؟ ماشي عايز تقول ايه؟ انت حبيبي انا شاور جه في الدنيا حبيبي انت شبر من حاجه انت شبر يا جدعان الجو موت هنحاول نحاول نحاول لحد ما الكاميرا تفصل الكاميرا يا جدعان الحراره الجو زي ما انتم شايفين واحد واحد هيخش يا جدعان العروض مستمره كمان اسبوع يا جدعان مستنيين كل اخواتنا عشان الزحمه كمان اسبوع يا جدعان ده حبيب قلبي اللي جه نورنا ده قلب ده قريبي ده معلش اللي ما عرفش يشتري يا جدعان معلش حقه علينا يا جدعان اسبوع كمان عشان الزحمه النهارده عيد ميلادي خلي بالك مش دي بقى النهارده عيد ميلادي طب عايز ايه شوف انت عايز شوف بقى انت بقى قدر بقى انت اللي انت نفسك فيه قدر بقى انا عايز شورت شورت جوردن بقى شورت حاجه بعيده عني قوي شوف اي حد تاخد بنطلون اديداس ماشي عمر بالله عليك ما تجيب شورت شورت جوردن مقاسه شورت مقاسه واللي هو كمان شورت عيد ميلادهم وجوم سيمبا ستور لازم يتدلعوا عيد ميلاد بقى اخويا ادم اهو كل سنه وانت طيب يا ادم وعقبال مليون سنه اخو عمر العسل اهو اركيشن انت عيد ميلادك النهارده؟ اه انت البامبي؟ اه البسه بقى البسه البسه بقى اهو سيمبا ستور يا جدعان جاي من السعودية مخصوص السعودية يا سعودية حبيبة شوار عفوا باي حاضر يا نهار ابيض حبيبي ربنا يحفظه ويبارك لك فيه حبيبي يا قلبي انت بتعرف ايه؟ وعايز يبقى يصور معاك هو بيحبك جدا اهو طب الفيديو اهو عايز تقول ايه للشوارجيه؟ اطلع لايك لايك وسبسكرايب عشان انت اسمك ايه؟ محمد محمد العسل وعايزين كل الكومنتات احلى محمد في الدنيا العسليه هوبا يا شباب تهدئه وتطلع كنت عايز اجيب لك حاجه ثانيه بس مش عارف اعدي اصلا بره لا ده كده تمام ماشي كل سنه وانت طيب كلام يلا بنقول ان احنا خلاص متنا الحمد لله الحمد لله اتسرقنا ومش مسامحين اي حد جه سرقنا ان شاء الله العروض مكمله بكره الجمعه والايام الفترة الجاية وهنبدلكوا العرض في الفروع كلها في الفروع كلها بشكل النهارده خلاص حرامية وان شاء الله هنبدلكوا العروض في الفروع كلها في الفروع كلها في ثلاث فروع ان شاء الله سيمبا ستور تحت السيطرة سرقنا والحمد لله كفاية بقى يلا يا رزرع ايه المدعكه دي طبعا يا جدعان الشوارجيه اللي نورونا من كل حته نورتونا وبنفتخر بيكم وبنتشرف بيكم في اي حته انا اسف لو في حد ما لحقش يتصور معاه انتوا عارفين يعني بس لان في حظر دلوقتي حالا في حظر فانا لازم طبعا احترم القانون واحترم الحظر فلازم امشي وباذن الله موجود معاكم طول ايام الاسبوع والعروض موجوده طول الاسبوع ايه ده ايه ده مين اللي بيرن عليا دلوقتي ده الو ايه يا عمر يا شاور مين معايا ايه ده انت مش فاكر رجل ولا ايه بتهزر الصوت ده مش غريب عليا انت مش هربت من التحدي يا شاور هربت من التحدي دي رجوله يا حبيبي يعني انت الحسن امال انت عايزني تحلق لي شعري واسيب لك نفسي ولا ايه يا حسن المهم 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 الكلب بتاعك يا قلبي موجود معايا الكلب بتاعي انهي كلب الكلب
الكلب الابيض. الكلب اللي كان مع القيصر؟ ايوه يا روحي. بيسلم عليك اهو. سامع؟ هو انت مش قلت لي انك حسن وقلت لي ان القيصر في مطروح ولا كنت بتحور يا حسن؟ بص بص يا حبيبي من غير اي كلام، انت لو عايز الكلب بتاعك هتنزل معايا تحت تاني. تمام؟ لو عايز الكلب بتاعي انزل معاك تحدي تاني؟ اه، وعشان الحركه اللي انت عملتها ما تنفعش، والكلب ده ياكد لك ان القيصر برضه لسه في الحفظ والزون يا روح قلبي. طب انت فين يا حسن؟ انا جاي لك دلوقتي، وربنا لا زعلك يا حسن. انت